السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد اللي هو بيسأل سؤال ان هو لما جه يرسم الريفيشن كلاود بيتعامل معاه، بس لما يقول له اوكي ما بيظهرش خالص. طيب اول حاجة ممكن نفكر فيها نخش في الفي في انوتيشن ونتأكد ان الريفيشن كلاود بيتعلم عليه صح. تمام، بيتعلم عليه صح يبقى ايه تمام. الخطوة اللي بعد كده هخش على فيو واخش على ريفيجنز من قلب الشيت، الاقي ان هو معمول بنان شو نان شو نان. تمام، فاقول له لا خليها كلاود اند تيك، علم عليهم كلهم واقول له ايه كلاود اند تيك. كده هيظهر لك كلاود وهيظهر لك التيك. تمام بالشكل ده. طيب في برضو بعض الحاجات ان هو بيكون متعلم عليه ايشو، فلما تيجي تعمل كلاود من الانوتيت تيجي تقول له ريفيجن كلاود بيرفض. بيرفض ليه؟ بيقول لك ان اخر ريفيجن خلاص تم، يعني خلاص خرج من عندنا وما ينفعش ان انت يطلع برقم 4. تمام، يعني من الاخر بيقول لك ايه ان انا الريفيجن ده خلاص صدر. تمام، مقفول ان هو يتعمل جديد. فالحل بتاعه ان انت لما تقول له لا الايشو لسه ما صدرش واقدر استخدم الريفيجن 4. تمام، ممكن تقول له 1 و2 خلاص دول خلصوا، لما حد يجي يعمل ريفيجن خليهم 3 و4 بس، او تعمل ريفيجن جديد ريفيجن 5 مثلا.